حدث في يوم 23 يوليو في العام 636، المسلمون يفتحون فلسطين ويحررون معظم أراضيها من البيزنطيين. في العام 1291، المسلمون يحررون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية. في العام 1829، تسجيل ويليام بيرت لبراءة الاختراع للآلة الكاتبة في الولايات المتحدة الأمريكية. في العام 1908، ضباط جمعية الاتحاد والترقي ينقلبون على الحكومة العثمانية ويجبرون السلطان عبد الحميد الثاني على جعل دستور جديد للدولة العثمانية على منهاج الغرب، ويحد الدستور الجديد صلاحيات الخليفة. في العام 1952، قيام انقلاب يوليو في مصر بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر. في العام 1993، إسرائيل تخصص مبلغ 16,000 دولار لاستيراد كلاب بوليسية لملاحقة ناشطي الانتفاضة.